جات تجربتي الأولى مع الإذاعة في جامعة التكوين المتواصل سنة 95 لمدة سنتين، يعني بالقرب من الإذاعة الوطنية، ولكن بقى دائما يراودني حلم الالتحاق بالقسم الرياضي بالتحديد للقناة الأولى، إلى أن تحقق هذا الأمر تقريبا مع بداية سنة 2000. وبعد مرور فترة من الزمن من دون شك تبقى لك ذكريات البداية، خصوصا أنك لما تلتحق بالقسم الرياضي تجد نفسك مع بعض الأسماء اللي كنت تستمع إليهم من زمان، تلقى علي خباش، تلقى مثلا سعد طرافي، تلقى عيسى مدني، عائشة محمدي، ففي لحظة هكذا تجد نفسك في وسط هذه المجموعة. هذه تعتبر أولا يعني من أكبر الأشياء التي تبقى خالدة في الذاكرة. ثم تأتيك طبعا فرص العمل التي أتيحت لك من خلال الإذاعة، أنك كنت تحلم بأن تشاهد المونديال، بأن تشاهد الكان، بأن تشاهد الألعاب الأولمبية، بأن تشاهد ألعاب البحر المتوسط، الألعاب الإفريقية، الألعاب العربية، كلها على الشاشة تستمع لها، تقرأ عنها، تجد نفسك في يوم من الأيام أنت من يؤدي هذه الوظيفة. هذه أيضا أشياء جميلة جدا، أعتقد أنها تبقى من الأمور الخالدة في المسيرة. المهمة ليست سهلة، لأنه أن تمنح لك مسؤولية قسم رياضي بحجم القناة الأولى فهو عمل يعني مسؤولية كبيرة وعمل جبار، يتطلب مني تضحيات كبيرة. يعني أنا الآن في أغلب الأحيان أجد نفسي مضحي بوقتي، بأولادي، بعائلتي، عائلتي وبيتي هو القسم الرياضي. يتطلب منك وضع برنامج أسبوعي لسيرورة العمل، في بعض الأحيان برنامج سنوي، برنامج شهري، تغطية متواصلة لمختلف الأحداث، وبالتالي فيأخذ منك وقت كثير. يعني مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج رياضة وموسيقى لهذا السبت، والذي سننقل لكم من خلاله وقائع مباريات الجولة الأخيرة من قسم الهواة. كنت أتمنى أيضا لما لو أنا صغير أن تكون لي فرصة أن أكون عداء، يعني طبعا لأنني من بين أكبر الرياضات التي أحبها أيضا ألعاب القوى، وكنت أتابع عن كتب ألعاب القوى منذ زمان، لكن للأسف يعني حتى أن تكون رياضي في ألعاب القوى يجب أن يتوفر لديك محيط. يعني في الولاية التي كنت فيها زمان ليس هناك لا مدرب يستطيع أن يسير مسيرتك أو ينصحك ببعض، أنه ليس من السهل أن تمارس ألعاب القوى، يجب أن يكون هناك مدربين يقودونك نحو تعلم أبجديات العدو إلى غير ذلك. ونظرا لعدم وجود جهة تتكفل بي يعني لم أواصل، لكن كان حلمي أيضا لما لا أن أكون عداء، لما لا أيضا يحمل راية الجزائر، وخصوصا يعني في المسافات الطويلة والنصف الطويلة التي يحبها كل الجزائريين، والتي تألق فيها طبعا مرسلي وحسيبة وغيرهم. لكن هذا هو القدر، اليوم نحن نخوض سباقات الإعلام وليس سباقات العدو.